دائما حضر معنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. غنمشيو مباشره ناخذ معنا السي سعيد من مراكش. صباح الخير يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لا لاباس كاينه. مرحبا سيدي. الله يطول نعمك بارك الله فيك. السلام عليكم. على هذا الشيء كتسير معنا. الله يستر عليك. الله يكبر بك. مازال مقبول. الله يطول نعمرك اسي. شكرا. تفضل. مرحبا سي احليمي. اهلا وسهلا. صحه لك مولاي. امين اخويا الله يحفظك. امين بارك الله فيك. انا اللي كنت هضرت معك في رمضان. لحظة زرت مع الحالة الجوية قلت لي ديال الشليلة قلت لك عندي زرت تمي. مشيت دولت وخرجت فيا تبغى الدواء. لا خرجت لك اسمح لي سي سعيد خرجت لك بوزيتيف. انا عقلت على الحالة ديالك. كانوا عندك لي زافتياك. دونك كنت قلت لك انايا بلي كاين احتمال ان تكون عندك الجرثومة الحالة زونية. هادشي اللي كاين. نعم ولقيتيها ايفيكتيفمون عندك ياك؟ لقيتها كاين. نعم تفضل تفضل. درت تحليلة ديال الدم ودرت تحليلة أخرى. درت شحال هذا ديك التحليلة ديال التيو ديال المعدة. نعم نعم. هذيك حتى هي لقيتها ايجابيه. ما كانت عندي قتيمة وريت عليها لقيتها كاينه. داكور واخا. بديتي البروتوكول مع الطبيبه ديالك؟ خديته. شحال دابا دوزتي من مده سي سعيد؟ كملتو تقريبا شي 6 ايام هادي باش كملت هذاك الدواء. واخا. اليوم كملت 5 ايام اللي كنتي قلتي لنا ديال الصيام. برافو ليك. كيفاش كتحس؟ بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد. جيد جيد. الله يحفظك سي احليمي. يبي نستشر معاك. الله يجزيك بخير. مرحبا. اشنو المعمول؟ انا يعني الحمد لله ساليت كل شيء. واخا. ساليت 5 ايام حتى هي والنظام الغذائي راه الحمد لله مزيان. وسعت على كل شيء المستحقات ديال الحليب ولا مكري. نعم. ولا كل شيء مهم. نعم. اللهم لك الحمد. واخا كدير خميره بلديه سي سعيد؟ خميره بلديه. الخبز بالخميره البلديه. قلتها للمراه درناها ما عرفاتيهاش خسرات فيها النهار الاول. ضروري ضروري. شوف سي سعيد. سي سعيد. نعم. عندك وليدات؟ كاين. دابا ولدك النهار الاول ما يبدا يتمشى. النهار الاول تمشى. لا داكشي دريجي. راه هكا كان. شوف اخويا سعيد كنتعلمو. كنتعلمو. الزوجه ديالك شوف ما صدقاتلهاش النهار الاول. نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع غتصدق لها. وتا نهار العاشر مي نهار غتصدق لها غتعرف علاش صدقات لها وغتولي عندها ستون تكنيك اللي تعلمات لها. واخا. فهمت. واخا انا نجاوبك اودي اخويا سعيد. انا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. الله يخليك وليدي. مرحبا. امين يا رب. شكرا شكرا شكرا. مرحبا. تفضل. والله يخلي وليدات المغاربه كاملين. شوف خويا سعيد انت امين يا رب انت في المسار الصحيح. حاله اختي سكينه ديال سي سعيد عقلت عليها انا. كانوا عنده لي زارت وكنت قلت له انا احتمال كبير هكا. قلت له انا احتمال كبير باش يعرفوا المستمعين راه مهما كثر العدد المستمعين والمتصلين راه كنعقلوا على الحالات. واخا لان احنا برنامج كندوزوه من قلبنا هو الاول. كندوزوه بالقلب. واخا علاش؟ لان قلبنا على هذه البلاد وعلى هذا الوطن وعلى هاد الناس هادو. واخا فقلت له انا احتمال يكون عندك احتمال كبير وغتلقى عندك. قلت له غتلقى عندك الاش بي بوزيتيف. ما كاينش خوف. ليسونسييل هو اننا خصنا نعرفوا شنو خاصنا نديروا. العديد من الامور اللي تقال فيما يخص جرثومه حاله زونيه وهذا الشيء كامل هذا. شوف الجرثومه الحاله زونيه اي انسان فوق الارض غادي يديرها غادي يلقاها. غير هو على حسب لان الجرثومه كاينه ما شكون اللي مسيطر عليها بحال الفيروس ديال لاخباس. مسيطر عليها المناعه. واخا فشنو خصك دير اخويا سعيد؟ اول حاجه درتي بروتوكول جميل هو انك بديتي الصيام. مشيتي مع المختص ديالك خديتي الدواء. هذا تخصص المختص. كتجي الجانب ديال التغذيه لان هي اللي جابتك المشكل. شوف راه ما هي قله نظافه ولا هي شي حاجه اخرى. هي عباره عن قله التعامل مع الغذاء وعدم فهم الغذاء وقله مناعه. ماشي بعض الناس يتحدثون عن جرثومة كأنها قلة نظافة. هذا لا أساس له من الصحة. هو قلة مناعة ماشي قلة نظافة. لا كونتاميناسيون كاينة. لا كونتاميناسيون كاينة. تاخذها من عند أي إنسان ممكن تاخذها. لكن جسمك لو تيغان إلي تخي زامبوغتون. لو تيغان ديالك أنت واش عندك المناعة طالعة واش عندك المناعة هابطة. كاين الناس اللي عندهم سنوات وما بانش. واخا كاين الناس اللي وصلت لهم عر عامين ثلاث سنين ولات كدير لهم فقر الدم وكتعطيهم هاد المشاكل هادي. الجرثومة الحالة الزونية خصنا نعرفوا باللي كاينين مواد اللي تحمي منها وكاين مواد اللي ما كتخليهاش ترجع. وهي كلها مواد غذائية. كلها مواد غذائيه. باش ما غترجع لكش الجرثومه الحلزونيه
هو انك نهار تسالي وتمشي ودير التيست وتلقاها سواء تيست فيكال ولا تيست سونغان ولا تيست ريسبيراتوار وتلقاها ما كايناش تما غتبدا الخدمه. شنو هي هذه الخدمه؟ هو انك غتحاول ترجع النظام الغذائي ديال الانسان، نظام الغذائي اللي ديما كنهضروا عليه. اولها الخميره البلديه. علاش؟ لانك الا ما كنتيش كتاخذ خميره بلديه اوتوماتيكمو كتاخذ الساكاروميسيس سيريفيسي. الساكاروميسيس سيريفيسي هي الصديقه ديال الكونديدا البيكون. الكونديدا البيكون كتكون في القولون وكتطلع من القولون كتطلع الديودينوم يعني الانتستان غريل الوغ الديودينوم جيوجينوم ليليون كتبدا بليليون كدوز في الفالف اليوسيكال كتبدا في ليليون كدوز جيجيوم كتطلع الديودينوم كيتسمى سيغ ديفلوبمون باكتيريان. هاد العمليه هادي كتنشط الجرثومه في المعده كتولي الجرثومه كتشد لوغي وكتحولوا لامونياك. مي كتحولوا لامونياك كتدور راسها بواحد الطبقه ديال لامونياك وكتولي كتلعب لك بالحموضات المعده واخا تاخذ انت لي زي بي بي حياتك كامله لي زينيبيتور دو بومبا بروتون. الجرثومه اللي كتلعب لك بالحموضه وكتولي كتلعب لك حتى بالصمام تحلو فوقاش ما بغات تسدو فوقاش ما بغات. الحموضه المعده خصها تكون بين 4 ويعني وثلاثة أربعة خمسة في خلال الهضم ما كتكونش الأكل ما كيتهضمش كناخذ هذه كضرني كنشرب الماء كيضرني. ناس وصلوا لهذه المرحلة هذه. إذا أنت خويا سعيد في الطريق الصحيح صومتي علاش كنصومو؟ علاش عطيت أنا من بعد رجعوا لجرثومة خويا سعيد غترجع لجرثومة الحلزونية كتب غير برنامج الصحة والسلامة لجرثومة الحلزونية ولا غتلقى جوج حلقات غترجع غتلقى شنو خصك دير ما بعد الصيام. ما بعد الصيام لأنك تكون هي فعلت ما فعلت في الجهاز الهضمي كامل بما في ذلك المعدة فخصنا نبنيو حنا جدار المعدة ونخليو المعدة تولي تصمم وتحلو حسب الإرادة ديالها هي ونعاودو نضبطو الحموضة ماشي بلي زي بي بي كنضبطو الحموضة ديال المعدة بالصمام. الصمام خصو اللي يتسد. علاش؟ لان لي زي بي بي ماشي هما اللي غيخليو لك الصمام يتسد. الحموضه اللي عند المريض راه ما جايش من الحموضه في حد ذاتها جايه من الصمام كيتحل. كنوليو نديرو الحركه باش كنقويو الديافراغم الحجاب الحاجز لانه جاي محطوط فوق الصمام ديال المعده هو داك العضله اللي كتفرق بين لاكاج توراسيك بين القفص الصدري وبين الاحشاء ديالنا. هذيك اللي تحت القفص الصدري كيتسمى الحجاب الحاجز الديافراغم كيتقوى مي كيتقوى كيولي هو يساهم في غلق الصمام حتى كيحتاج الجسم عاد كيفتحو وكتمشي. ما هو اغذيه راه كاينه التفاصيل يعني في جوج حلقات فيما يخص لا 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 يعني المشكل ديال هذه الجرثومه. مي راك غادي اخويا سعيد في الطريق الصحيح. اي غذاء كيضرك راه يقدر يضرك انت الاخر ما يضروش. اي غذاء باقي الجسم ديالك حساس ليه بلاتي عليك شويه بشويه شويه بشويه حتى كندخلو حتى تولي واحد النهار تعيطنا وتقولنا راني كناكل الطنجيه والحمد لله والجرثومه الحلزونيه ما بقاتش. والخميره البلديه اخويا سعيد ضروري ضروري واساسي. شي اللي عنده الجرثومه الحلزونيه وتخلص منها وعاود تخلى على الخميره البلديه ستعود. هذه ما فيهاش نقاش. مرحبا. مرحبا. وناخذوا معنا سي جواد من مراكش. صباح الخير سي. صباح الخير. السلام ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدي تفضل. الو تفضل سيدي كنسمعوك. شنو هو السؤال ديالك؟ الله يحفظك. كنت غنسي الحليمي كنت كنسمعوك بصعوبه سي جواد. بعدتي دابا مزيان؟ دابا مزيان تفضل. اي السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك سيدنا الزميل تحيه لك وتحيه كاملين. بارك الله فيكم. شكرا. الله يجزيك بخير. بالنسبه لي انا عندي واحد الميت كبير شويه وكنسمح لي نحاول بعجاله. تفضل. شنو هو السؤال؟ مولاتي كانت عندها كوار صغيره عندها شي 3 سنتيم. لا اسمح لي اخويا جواد واش عنده ولسيسات في الغده الدرقيه؟ لا عنده في الوالده كان عندها كوراس حيت كانت وي داكور. اييه المهم فتحات الحمد لله دازت العمليه بخير. تقريبا تبع مع واحد العامين تقريبا يبغى هذاك الزرح المسائل باش تخرج تولد ولكن من بعد اكتشفنا ان دوز هذا الراديو وكتشف بان الدرون ديالهم بوشين من قوس دروات فهمتيني؟ شنو هما؟ وي داكور وي داكور. اييه ولكن شفت انا واش يقدر يكون داك الشيء وقع في العمليه مثلا داك الصفاق الدماء ولا مثلا التغذيه ما عرفتش شنو اسمه ويمكن عندها لا واش عند في لي دو فيهم بجوج في لي دو كاين بوز دروات ومختلف واحد فيه من اليمين من التحت والاخر من الفم وتيجي الاخر من العكس ماشي واخا قول لي خويا جواد عندكم وليدات؟
لا مازال دابا تقريبا 22 ان شاء الله متزوجين مازال ما قبل الله. واخا 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 نجاوبك نجاوبك ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله ودي خويا جاوب. مرحبا سي مرحبا واحد الزواج العجالة تفضل حيت ما بقاش معنا الوقت. واخا بالنسبه لنا الله يرزق بخير ملي كنبغي ناكل مثلا كنصدق واحد طلعت شويه في هذه القاعده كنبغي نخرج لنا واحد ثلاث زومات ولا اربعه واخا ناكل. واخا واخا نجاوبك نجاوبك اخويا جاوب. مرحبا مرحبا تفضل يا استاذي. هو تا كاين بعض الناس اختي سكينه اللي فيهم قاعده انهم كيسيروا الماكله كيكميو كيمشي ياخذ. هي القاعده نعم هي قاعده ولكن تقدر تكون صحيحه تقدر تكون ما صحيحاش. ومزيان حنا ملي كنسولوا على القاعده واش صحيحه ولا ما صحيحاش. شوف اخويا جاود انا نجاوبك على السؤال الاخر هو الاول بعدا جسمنا حنايا ملي كتبغي تاكل اخويا جواد مثلا محطوطه لك واحد الطنجيه سلامات كتشوف الطنجيه كتشم الرائحه ديالها الله سبحانه وتعالى عطانا الرائحه لكل شيء اي حاجه عندها رائحه حتى المذاق ديالك 70% هو رائحه. ملي كتشم هذيك ريحه الطنجيه وتشم ريحه الماكله وتشم هذه العصاره ديال المعده ديالك لحمض الكلوريدريك يفرز. لما يفرز حمض الكلوريدريك واحد الانزيمات مثلا البيبسينوجين كتحول لبيبسين التريبسينوجين كتحول لكيموتريبسين الكيموتريبسينوجين تتحول لكيموتريبسين. هاد الاسماء ماشي ضروري تعقل عليها ولكن غير كيولي عندك واحد التركيز واحد التركيز في المعده ديالك واقف مأهب. اش كيتسنى؟ كيتسنى الماكله. الا شربتي كتنقص التركيز ديالو وتقدر تخليه يمشي يدوز عبر الامعاء. داكشي اللي غيجي من موراه ما غيتهضرش مزيان. داكشي علاش نبدا انا الا كنتي كتشرب مثلا خذ نصف الكميه من بعد ناخذ ربع الكميه من بعد نتخلاو على هاد العاده. حتى الانسان قبل الماكله بواحد نص ساعه يقدر يشرب ما كاينش مشكل. من وراء الماكله بواحد ساعه يقدر يشرب. وسط الماكله كاع الانسان ربما انسان كاين اللي كتوحلو كاين اللي عنده مشكل شويه اما كميه كبيره كنقصوا من التركيز. فيما يخص المشكل ديال الزوجه ديالك اخويا جواد هو مشكل ضروري خاصو جينيكولوج ضروري عنده خاصو اختصاصي في امراض هذه المساله ديال ان هذا هو هضر على القرن يعني قنوات فالوب واخا كيتساد العمليه. لا ما نظنش ان تكون العمليه هي النتيجه. علاش؟ لان هذا غيكون ان بروبليم ضروري غيكون ان بروبليم. هو عنده الكرات المساله ديال الكرات الاخوان يعني فيما يخص الجينيكولوج راه كيتحدثوا عليها. حنايا فيما يخص التغذيه بعدوا على لي بيرتورباتور زوندوكرينيه الاغذيه اللي فيها هرمونات الاغذيه وخذوا ماشي كنقول نظام نباتي لا ما كاينش حاجه سميتها نظام نباتي. ركزوا على النبات التغذيه ديالكم. خذ اللحوم خذ البيض. حنا هضرنا اليوم شوف تبارك الله هضرنا على السمن هضرنا على الزبده. على الزبده منين جايه السمن منين جاي البيض البلدي الاسماك اللحم يكون جيد الطيور هادو كلها هي اغذيه اللي واللحوم اغذيه اللي هي رائعه. لكن ركزوا على النبات ركزوا على النبات باش يكون عندنا واحد التوازن. هذا التوازن هذا النبات فيه لي فيتوستروجين. النساء حاولوا ركزوا على قزبر حبوب النخاله الشعير حبه حلاوه النافع الزنجلان حبه السوداء هادو في التغذيه ديالكم ماشي وصفات في التغذيه ديالكم لان يعني فيهم دي فيتوستروجين راه غادي نهضروا عليهم. وفيهم حتى دي فيتوستيرول. هاد لي فيتوستروجين عندها ميميتيز موليكولار كتشبه الاستروجين ديال الجسم كتخلي الجسم ديالك ديما عنده واحد التوازنات هرمونيه. خويا جواد تبع مع الجينيكولوج التغذيه ديالك ركز على التغذيه ديالك حتى ديالك انت ماشي ديال الزوجه حتى ديالك انت مهمه جدا. الى اضطريتي انك دير سبيرموغرام دير سبيرموغرام حتى نتايا وان شاء الله كنتمناو ان شاء الله الحالمات بالامومه والحالمين بالابوه ربي ما يحرمهمش بهذه النعمه هذه ان شاء الله باذن الله. وثقوا بيا كاينين الناس اللي 10 سنوات هما مزوجين كاين الناس اللي 21 سنه هما مزوجين والحمد لله لما خذوا بالاسباب. تبع مع الجينيكولوج التغذيه ديالك التغذيه والله الا التغذيه اساسيه لا من حيث الخصوبه ديال الرجل ولا من حيث الخصوبه ديال المراه ولا من حيث التخطيط الاسري. هاد الامور كاينه بنيتات اللي عندهم لي زوفير بوليكيستيك مخليه مستحيل يكون عندها حمل. كاينه بنيتات اللي طالع عليها البرولاكتين. انت براسك كزوج ماشي على جواد كنهضر انا بصفه عامه على بالك باللي الرجال اللي كيدخنوا حتى النساء دابا حتى النساء ولاو يدخنوا الرجال اللي كيدخنوا النيكوتين اللي كاينه في السيجاره كتطلع البرولاكتين. والمراه الا طلع لها البرولاكتين مستحيل يكون عندها حمل. وهذه كنعرفوها احنا من زمان. المراه ملي كتولد احسن موين كونتراسيبتيف كان عندها احسن وسيله منع الحمل هو الرضاعه. علاش؟ لان ملي كتكون كترضع
كيكون طالع هرمون الحليب اللي هو البرولاكتين. ما فين وفين هاد الامور هذه، لان ما يمكنش نمشيو بهذه الطريقه هذه الا ما كانش المراه عندها دوره شهريه مضبوطه. فاخويا جواد خذ بالاسباب، سير عند الجينيكولوج، كل مزيان، الزوجه ديالك ما كناكل مزيان. ننسوا الموضوع كموضوع اساسي، نخليوه نفكروا فيه ولكن ماشي كموضوع حياه، موضوع اساسي. والنهار سيدي ربي اللي غيكتب لكم هذاك الرزق راه غادي يجي ان شاء الله باذن الله، والله لا يحرمنا ويحرم جميع المسلمين ان شاء الله من هذه النعمه هذه ومن نعمه الصحه. وانا اللي غنقول للمستمعين والمستمعات تهلاو في الصحه ديالكم، راه الصحه ديالكم والله لا يتاج تاج، وسولوا عليها المريض وغتعرفوا الاهميه ديال الصحه. وهذا هو الدور ديالنا في هذا البرنامج الصحه والسلامه، هو اننا ننبهكم وندافعوا منكم عليكم، يعني ندافعوا على راسكم، نحاولوا اننا ندافعوا، نخليوا الانسان يقتنع، نخليوا الانسان يمشي في هذا الطريق هذا. اليوم اعطينا متعه ما بعدها متعه ديال استهلاك الدهون، استهلاك اللحوم. ما مختص في التغذيه ما يمكنش يحيد اللحوم ابدا، يحيد اللحوم لا ما يمكنش، ولكن يشمل اللحوم. خليونا المتعه كما بديت الحلقه غنساليها، من حقنا نتمتعوا بالاكل، ومن حقك انت كمستمع وكمستمع، هذا حق 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 واخا، حقك انك تتمتع بالاكل. فتمتع بالاكل ما غير متعه عندها ضوابط. إذا كان عندك ضوابط وكتعرف وعندك المكابح مزيانة وهذه وهذه، دونك ناكلو ونتمتعو. دائما المتعة الله سبحانه وتعالى قيدها بضوابط، نعرفوا هذه الضوابط ونتمتعوا بالأكل ديالنا في الوجبات ديالنا كاملة. والحمد لله احنا كل مقومات المتعة عندنا في المغرب الحبيب، بهذه الأغذية اللي ذكرناها كاملة عندنا بجودة اللي هي جودة عالية. مرحبا، مشكور جزيل الشكر استاذي لاله خطيك، واكيد ان شاء الله نلتقي غدا باذن الله. مشكور جزيل الشكر، كان معنا مشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.